اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين واعزائي متابعي صفحه السفير للتركيبات الزجاجيه. جينا لكم تاني وبنرفع فيديوهات من تاني بعد التوقف ده ما اكثر من 3 شهور وذلك لدواعي صحيه. النهارده عندنا كابينات كباين قدم شاور صغير للمساحات الصغيره زي ما انتم شايفين دلوقتي، ظرفتين على حرف ال. افتح كده اهو، فتح الباب. الدرفة دي 35، الدرفة دي 35، والدرفة التانية 60 سنتي أو 55. لما بيتفتحوا بنقدر العميل يخش بسهولة جدا، وفي نفس الوقت الميكانيزم بتاعه سهل جدا. خش يا أحمد كده اهوت، أحد أفراد الشركة دخل بسهولة جدا ودخل بعرضه. وزي ما شايفين هو الشاور صغير، هي حمامات المعادي كده، حمامات كمباوند المعادي كده. القلم 120 في 70 يدوبك، او الحمام هو كله. صور لكم الحمام، دي كابينة واخدة تلت الحمام بالظبط، او الحمام اهو. واحمد كده ده ال اهو بانيو، حوض صغير، وادي القعدة. يعني لبعض العملاء اللي كانت بتسالني يعني الحمام صغير عندي ينفع اعمل كابينه وبتاع، انا بقولها لكم وصوت الصوره اهوت، ايوه ينفع اهو. وهنا الباب، الباب هنا لما بيفتح كده مش هيهبط في حاجه، مش هيهبط في حاجه اهو، بينه وبين يعني بتاع حوالي 10 15 سنتي اهو. فتح الباب حتى لو الباب مفتوح اهو، فتح دوت وفتح ده اهو، وانا اقدر اخش من هنا من خلال الفتحة عالية اهو. قفلت اهو، قفلت التاني. ده فرش مونتيس، ايه في الضفة باحكام. ده تريك التصميم ده او الديزاين ده، ديزاين اسباني، ده ديزاين الاسباني اللي هو بيجري على تريك. ده تريك، ده تريك الومنيوم تمام. ودي زوايا مفصلات ستانلس اللي هو القطاع الجرار تمام. زراير مقبض، مش مقبض كامل، زراير مقبض تمام. الباب بيفتح بسهوله جدا زي ما شفتوا في اول الفيديو. تحت امركم في اي حاجه، برد على استفساراتكم وارائكم، ويعني كل ما هو جديد بحاول ان انشره لكم وابين لكم كل حاجه في مساحات كشغل الميكانيزم نفسه. زورونا على صفحة السفير للتركيبات الزجاجية أسفل البيج، أو اتفرجوا على قناتنا على اليوتيوب برضو على أسفل البيج بتاع الفيديو، أو كلموني على 031-66-88-381 أو على الرقم الآخر 010-28-38-47. ستجد ما يسركم، وانا تحت امركم في اي حاجه، 24 ساعه برد على العملاء، نظرا بس يعني في بعض الاوقات ما بنقدرش نرد بسرعه نظرا للضغط بس. شكرا لكم وتحياتي لكم، كل سنه وانتم طيبين.